شوف طلب الكرة وصلت، الله عليك يا فين ويفا، الله على الاسيست، الله شوف. على الصناعة، شوت. لا مو كذا مو كذا يا اخي، ما انت مو كذا يا اخي يا اخي، شوت مضبوط يا اخي. انا لو شفت مكانك بكرشتي هذه والله لا اجيبها هدف. روح يا شيخ الله. شفت لما ولد؟ لا كان هدف صنع في مانشستر. الله يرفع ضغطك زي ما رفع الضغط انا. قلب حياة حقيقة، لا احد يتمنى هذا المكان اجيبه. حسبي الله ونعم. عكايشي رفع ضغط الجمهور، يا ولد تلقى العكايشي ده يا كسب حسنات لين ما قال بس. والله ذيك المباراة شايف الناس بس بيسبسبوا. طيب يا اخي الحظ ما حاله، التوفيق بيد الله عز وجل، صح ولا مو صح؟ اخي لا تقعد تلعن هذا مسلم يا اخي، تقعد تلعن فيه وتسب في اللعيب وتسب في مدرب ضيع كورة، يا اخي في الاخير كورة، تخسر دينك عشان كورة مال امها داعي؟ والله تخرج من الدين وانت ما انت داري بسبة الاتحاد والهلال والاهلي ومدري ايش التعصب يا اخي؟ ففي الزمن ده بصراحة كثروا الناس اللي يلعنوا، والله اللعن عنده زي سلام عليكم. ايش تعريف اللعن؟ الطرد والابعاد من رحمه الله. يعني ممكن انت تلعن الادمي هذا الحين ترى ترجع لك اللعنه. وتعشب بالذات كمان لسوق السياره، رايح الدوام تلقاه مقفل معاه صح ولا رايح له مثلا خارج تلقاه زي الابليس، صاحي ما صلى الفجر في المسجد زي الجني قايم على الدوام، وجهه استغفر الله العظيم غير المغضوب عليه، خارج يتضارب مع خلق الله، يلعن في الناس بس يلعن، وقف ويتضارب. فين رايح انت؟ فوق على وجهك، وقف على جنب، وقف على جنب. انا اوريك كيف، انا اتفاهم معك دحين، انا اوريك كيف. توقف لك السياره يتضارب ليش يا اخي؟ انت ماخذ الناس على كيفك، انت تتكابس لي مع الخلق تقعد. ناس ما تيجي الا بالعين الحمراء، لما تفقع وجهه يعرف كيف. والله خدت فيك خمسة خلال لا يفرشوك فرش لين تقول هيا يعني هيا عارف ايه المقبرة يدفنوني هنا. ولا شوف زي دول البلوه الثانيين، يجيك مثلا ماشي تخبط يده مثلا في الجدر ولا تخبط في الباب، وتعال شوف يا يصب في الباب سب الله يحرق الباب ده ويضرب الباب يبكس فيه يا اخي، ايش ذنب الباب يا اخي؟ الفنطر الطنبور اللي ما تطالع ما تشوف، هذا جماد ما يفهم تضربه؟ ايش البلاهه دي؟ وطعنا وشال الشمشم وطاط، ليش يا اخي؟ الشمشم اتعور، الشمشم يقول لك خلاص يا عمار خلاص ارحمني ارحم امك. وفي ناس الله يهديهم كذا، بعض الناس عصبيين يا ولد، اعصاب نادره ما ادري مين فين، ما يتحمل كلمه تقول له كلمه يولع فيك يبوك فيك يا ولد، تعال شوف بالذات الحرمه لما تجيك تطلبه، بالله جبنا الحفاظ يبوك واي بوك فيها صح ايش كل يوم حفايد امتحنت امنا انتوا فقرتونا انتوا كل يوم حفايد زي هذاك يقول لك واحد جاب كرتون دجاج الكرتون في اسبوع راح يقول لك الجنه نطاره بحمص ويا بدي اكف على وجهه ايش كرتون دجاج في اسبوع انتوا ما تخافوا والله انتوا طيب انت بتطبخ لك الحرمه بتطفح بتعبي كرشك كنت سوبر ضارب معاه يا اخي هدي اللعب ايش السب واللعان وتنفجر فجاه يا اخي الدنيا ما تستوى ترى زي احكيكم قصه والله تستفيدوا في حياتك يقول لك مصري ومصريه كبار في السن راحوا حجوا يقول لك بس الحرمه تضيع الحجيه نفسها حرمه ضاعت ويدور يمكن حق 8 ساعات 10 ساعات الين لقاها عارف ايش سوى يوم شافها دحين كلكم بتقولوا فينك على احد بوف تلطيش انت عماره ما تشوفي الخط انت ما شفتي توري والله يوم شافها قال لها وحشتيني يا حياتي بامك يا ولد هيا والله كده قال لها والعجوزه مسكينه تبكي كده واخذها يا ولد اقسم بالله شوف الحياه كيف الحلوه مو هياوة وعصاب على كرتون دجاج تسوينا فيها في البنت يا ابوي روقني ارحم امك روح الدكان هنا بتسعة ريال التنميه 1200 يعني شوف السر فين؟ السر في العصبية، سبحان الله ذاك العجوزة ضاعت ما تعصب شاء قابلها بكل حب وبكل وطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، غيره يا ولد تعشف بامك الطاطا كف ركبة بامك عمار أنت ما تشوف، حتى لو مثلا شفت مباراة ورفع أعصابك زي العكايش آخر مرة مع الهلال، ضيع كم هدف عند الباب، فأنت خلاص يعني هدي نفسك يا أخي لا تسب وتضيع دينك عشان مباراة وعشان بلاها زي، أو مثلا إذا مرة شفت العكايش يضيع، الله يهديك يا عكايشي، الله يهديك يا شيخ كذا أيوه يعني ها تنفس عن نفسك شوية أهم شيء إنك تطلق الصرخة تطلقها بس بدعوة حلوة يعني مثلا ماشي بالسيارة كمان شفت واحد رمى عليك مثلا عصب زي كده
يا ابوي ايش بك انت؟ الله يغفر لك. تعجبه بطريقه حلوه يا اخي، ركبتك ضربت في الباب. قول الحمد لله، يعني الحمد لله ضربه في ركبه خفيفه ما جات في عينك عن عمود. لعل الله يعني يمكن يختبرك، انت ما تدري، الله اعلم. تصبت لعن ملكان سجل، ايوه تحمد الله ما ادري مين برضه ملكان يسجلوا. سؤال حلقه اليوم، هل انتم عصبيين زياده ولا من النوع اللي ايش تمسك نفسك؟ اكتب اجابتك اسفل في التعليقات ان شاء الله وراح نقراها باذن الله. ولا تنسوا اللايك، اللايك اللايك، كتروا اللايكات بالله. نبغى نوصل الحلقه هذه في اول ساعه 5000 لايك. هيا اتحداكم انا، واشترك في القناه وانشر الفيديو، واذا عندك اي موضوع اكتب لنا هو وباذن الله بلسانك راح اتكلم. ونشوفكم على خير ان شاء الله، وصلاه ربكم لا تنسوها، صلوها في اوقاتها وفي المسجد، وعيش يومك يا معلم. وهيا هيا.